فانت اذا اشرت الحكم تتوزع المخالفه في المحور، ثم كوناتي في مره اولى، ثم فابريس في مره ثانيه، والتخليص ياتي من الكره في محور دفاع الهلال الشابي. المتابعه كانت من الحمروني، والضغط كان من اسماعيل دياكيتي، تخرج الكره في اتجاه كانت عزيز الشتيوي، والمحاولة متواصلة، التوزيع داخل منطقة العملية، توصل الكرة للشتيوي، والهدف لفاية الهلال الشابي، الهدف الأول لفاية الهلال الرياضي. يخل الكرة يربح بعض الأمتار في وسط الميدان، الإمدادي لأشرف الحباسي، أشرف الحباسي على التصويب، التصويب من أشرف الحباسي، تلمس الكرة في الشباك الجانبية، حباسي شادي الهمامي، همامي همامي همامي، كرة طويلة في الانترفال بين زوج مدافعين، يخوها بشا والربريز ما تنجحش مع الحباسي، حباسي للشادي الهمامي، همامي كرة ذكية في اتجاه اسماعيل دياكيتي، ما ثماش الا تسلل والركنية، ما كانش ثم الحمروني، ويعكس الهجوم يوسف بشا، يوسف بشا مازال يستحفظ على كورته ويتقدم، التصويب الكرة كانت ضربت في ساق اللاعب كوناتي. أشرف الحباسي، التوزيع تتعادل القائمة الثاني، لكن موجود رافائيل، رافائيل ما يخوهش، تتعدى في محور دفاع النادي الرياضي الصفاقسي، أما التدخل من محمد أمين الحمروني في المرة الأولى، وكما جاءت العنلي والتصويب جانبي، عمري حباسي، عمري من جديد، عمري والانطلاق، تمريرة في الانترفال توصل لدياكيتي، ثم ريبريز، حباسي توزيع، والعمري برأسية، ثم المحاولة والمتابعة كانت من اسماعيل دياكيتي، المتابعة كانت من اسماعيل دياكيتي، مستوى وسط الميدان، أشرف الحباسي، حباسي الامداد في اتجاه يوسف بشا، وتصويب، التدخل من الدفاع عن طريق وجدي الساحلي، خرج وتوصل الكرة، ومحاولة لعكس الهجوم من جانب الهلال الرياضي الشابي عن طريق وجدي الساحلي، وجدي الساحلي في التقدم، ورأسية كادت تكون خطيرة سعد الدين حمدي، كيد أميلة معويني، والانطلاق، الانطلاق من سعد الدين حمدي، التوزيع والكرة عكسية، الهدف الثاني، كرة عكسية من أسامة البحري، أنس الشبلي يلعب مع أشرف الحباسي، حباسي لعبد الله العامري، عبد الله العامري محاولة التسويب، تضرب الكرة في الدفاع وترجع إلى الشادي الهمامي، ثم النصراوي إلى الشادي الهمامي من جديد، رفع الكرة في اتجاه انس الشبلي، لكنها مقطوعة من الدفاع، خليل كرته في وسط الميدان، يا اخو شادي الهمامي، همامي لانس الشبلي، انس الشبلي، انس الشبلي، وتصويب، تضرب من جديد في الدفاع وترجع من خليل ساسي، حباسي والتوزيعة في القائمة الثاني، رأسية من عبد الله العامري، مسمعويني ثم العنلي ثم وليد الساحلي، وليد الساحلي، توزيع داخل منطقة ال 18، والتخليص براس من أسامة البحري، مازالت العملية متواصلة، التصويبة من بعيد تمر جانبية محاذية، النصراوي محمد النصراوي للشادي الهمامي، ثم محمود أو محمد أمين الحمروني، والتوزيع باسور لتري موجودة، ترجع له الكرة من الدفاع في مرة أولى، ثم كوناتي يلعب مع شادي الهمامي، همامي لهارون بن عامر، هارون بن عامر يحاول تصويب من بعيد، وبعيد الكرة، بعيد الكرة على مرمى الحارس، سيف جهة اليسار لمين أو الموجود الحباسي، التوزيع داخل منطقة العمليات، والتدخل من عمر كوناتي، تدخل من عمر كوناتي في مرة أولى، ثم ترجع إلى هارون بن عامر، هارون بن عامر يعيد الكرة إلى الحباسي، ثم التوزيع من أسامة البحري في القائم الثاني، رأسية، رأسية من محمد أمين الحمروني إلى بن عامر، تعود للحمروني، حمروني يلعب مع عبد الله العامري، عبد الله العامري، والتوزيع، التدخل من سيف الدين المحويشي، التدخل من سيف الدين المحويشي،